الثقافة الوقفية في العالم الإسلامي هي تطبيق منتشر ووظيفة إنسانية تتولى خدمة الأيتام والمحتاجين وأبناء السبيل والأتراك بعد إسلامهم. أسسوا حضارة وقفية إن صح التعبير من خلال الأوقاف التي أنشأوها. في عهد الدولة العثمانية كانت الخدمات الاجتماعية والدينية في البلد وشبكات المياه في المدن والبلدات والقرى والجسور والمقابر والطرقات وخدمات الصحة والتعليم والتدريس وكل الخدمات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية تسير من قبل الأوقاف. الأوقاف التي أنشأتها الدولة والأشخاص الميسورين في مجالات كثيرة على رأسها قطاع الصحة لا زالت خدماتها مستمرة حتى يومنا هذا. يتم الاحتفاظ بسجلات الأوقاف التي يبلغ عددها زهاء 50,000 وقف في السجلات الوقفية. هذه الوثائق تضم إضافة إلى الأوقاف في الأناضول الأوقاف في البلدان التي استقلت عن الدولة العثمانية مثل سوريا والعراق واليونان وبلغاريا. في السجلات الوقفية هناك أكثر من 250,000 وثيقة تشهد على حضارتنا الوقفية. أرشيف السجلات الوقفية من المصادر المهمة من ناحية تعليم اللغة العثمانية وأسلوبها وأشكال كتابتها وفنون التجليد والتذهيب وأنواع الأوراق.